upstairs. You're upstairs. You're upstairs. Stairs are my Disney across the gate. You're upstairs. في ايه الزدني ده؟ عايز ايه؟ مش قلت لك الله يسهل لك؟ بعد اذنك بس هاخد من وقتك دقيقة. دقيقة؟ دقيقة ايه وزفت ايه؟ هو انتوا مفيش أي حد يعرف يقعد لوحده خالص؟ كل حتة مليانة شحاتين، الواحد زهق وعرف منكوا، ايه القرف ده؟ وادي الموبايل باظ بسببك يا أخي، مبسوط كده؟ يلا قول في 60 داهية. حاجة مقرفة، اتنمت أمي، حتى الموبايل باظ بسببك. بعد إذنك بس. عايز أنت ما عندكش دم ولا كرامة؟ أعمل لك إيه تاني عشان تفهم؟ مفيش كرامة خالص؟ مرتي بس في المستشفى وبتعمل عملية، لو حضرتك تقدر تساعدي بأي حاجة. أنا أعمل لها إيه يعني؟ ما تموت ولا تغرف في 60 داهية، أنا مال أمي؟ الله. إيه القرف ده؟ الله يسامحك يا أستاذة، كنت تقدري ترفضي من غير الأهانة دي. يلا أنت كمان هتعلمني أعمل إيه يا أما أنت وبنتك. يلا غور قوم وانت يلا شريك. القرف ده مش جلبيها عكننت مزاج امي، كنت مبسوطه وقاعده بسمع اغاني يا اخي. تعالي حبيبتي تقعدي. بابا، هي الست دي زعقت لك ليه؟ بصراحه يا حبيبتي كده هي عندها حق، ما كانش ينفع ان احنا نطلب من حد حاجه ولا نتصور، بس يلا بقى الله يسامحها، وانا في نفس الوقت مضطر، امك بتموت مننا ولازم نعمل لها العمليه ومش عارف اعمل ايه. ما تزعليش يا حبيبتي، احنا هنقوم دلوقتي نروح المستشفى نطمن على امك ونشوف الدكتور، يمكن قلبي يحن ويعمل لنا العملية ولا اتصرف من أي حد. قومي تعالي. مش عارفة أكمل يومي، الحيوان المتسول ده عكنني مزاجي. المشكلة إن كلهم نصابين، كلهم نصابين، نفسي ألاقي فيهم حد صادق. كله اللي مش لاقي ياكل ومش لاقي أكل عياله، واللي مراته تعبانة واللي بنته تعبانة واللي مش عارف يصرف على بنته، يعني حاجة قرف بجد. طب انا اصدق مين ولا مين ولا مين؟ اما كلهم بيقولوا نفس الحاجه. او ماي جاد. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ اسف يا احمد، انت فين من الصبح؟ اه معلش بقى، بس كان في كام حاجه كده كنت بعملها. المهم يا دكتور، بس كنت ليه عندك طلب. ما ينفعش تعمل لي المرات العمليه وانا مديلك على اي وصلات امانه او اي شيكات او اللي انت عايزه. عمليه؟ احنا عمليه بتصعب عليك من الصبح، ما حدش عارف يجمعك يا استاذ احمد. ايوه يا استاذ احمد. طمني، مرات عامله ايه؟ البقاء لله. البقاء لله؟ اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ انت بتتكلم بجد؟ ايوه بتكلم بجد. يا ده يعني خلاص؟ تفرد ذنبها ايه؟ انا خلاص مش هتقول لحد يا موادني، ومن الله يا امي بقى ومن الله يا ربي. كرة لي. أستاذ أحمد. معلش أستاذ أحمد، هو ده قدر ربنا. قوم معلش قوم. يا ريت بس دلوقتي تحط خدها وكرام المية الدفن. انا مش عارفه اعمل ايه، انا نسيت كل حاجه في العربيه، شنطتي وفلوسي وحاجتي. انا ايه؟ انا غبيه جدا، انا ايه اللي خليته نزلني هنا؟ اتصل بيه خليه يرجع لي تاني. يا لهوي، حتى الموبايل فصل شحن. هي لما بتخبط بتخبط مره واحده. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ انا مش عارفه اعمل ايه خالص. مفيش حد، مفيش حد بيعدي حتى اقول له اي حاجه ولا اعمل اي حاجه. ايه ده؟ منطقه مقطوعه؟ يا ربي يا ربي، انا مش عارفه اعمل ايه بجد، مش عارفه اعمل ايه.
يلا. طب تعالى اسندك انا، تعالى قوم معايا، قوم معايا. يام يسطا يام، استنى استنى يام. حتى ده كمان ما ردش عليا. طب اعمل ايه بقى؟ ماشي يا رب كوتش فرق. يا لهوي عربية تانية اهي. استنى 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 استنى. ايه ايه ايه؟ والنبي والنبي عشان خاطري. ايه حضرتك؟ انا انا عملت ادور العربيات ومفيش مفيش عربية عايزة تقف لي خالص. ما هو ده مش موقف حضرتك، انا مالي انا يعني. استنى استنى، انا اخويا سابني هنا وانا نسيت فلوسي وشنطتي وكل حاجه في العربيه بتاعته. وبعدين انا بس محتاجه يعني. انت رايح فين؟ انت مالك رايح فين؟ واستني بس لاقرب مكان، انا مش عارفه اروح ازاي. لا حضرتك انا رايح المزرعه بتاعتي، مش رايح في اماكن. طب حاجه تانية، حطها صغير، ممكن تديني 100 جنيه بس؟ ايه 100 جنيه هروح بيها اطلب بس اوبر عشان مش عارفه اروح ازاي. اه يعني حضرتك بتشحتي وكمان عايزه 100 جنيه تركبي اوبر؟ لا 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 لا، انا مش شحاته. اسمعني اسمعني لو سمحت. وايدك كده. انا مش شحاته، انا مش شحاته، انا بقول لك اخويا نزلني وانا نسيت. والله العظيم انا ما بشحت، والله العظيم ما بشحتش. طب بصي بصي، اخويا نزلني وامي تعبانه وعايزه 50 جنيه. ماي جاد، قلت لك لا انا ما بكدبش. يلا يا بنت من هنا، مش ناقصه نصب. طب انا انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا في حته مقطوعه، هروح على ايه؟ بس يا متسوله يا حيوانه. ده شد شحاته نصابه، ايه المشكله يعني؟ يلا امشي امشي امشي. نوري يا رب الازاز يبوظ يا رب ويجي له سرطان. اعمل ايه بقى يا ربي؟ اعمل ايه؟ بعد اذنك بس هاخد من وقتك دقيقه. دقيقه؟ دقيقتي وزفت ايه؟ هو انتوا مفيش اي حد يعرف يقعد لوحده خالص؟ كل حته مليانه شحاتين، الواحد زهق وعرف منكم. ايه القرف ده؟ وادي الموبايل باظ بسببك يا اخي، مبسوط كده؟ يلا غف 60 داهيه. هو ما بقاش في حد كويس في الدنيا دي خالص؟ كل الناس كده يعني، الناس بتبان من منظرها، انا منظري شحاته؟ طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عارفه اعمل ايه.